متجر طلاء توم. مرحبا للي، إنه يوم رائع للتنزه. انظري للي، ها هي بيني الطائرة. أوه، تودين أن تطيري مثل بيني؟ توم ربما بإمكانه أن يساعدنا، لنقم بزيارته في متجر طلائه. مرحبا توم، ترتب كل شيء في مكانه؟ جيد، انصت لي، اعتقد ان عميلك القادم في الطريق اليك. توم، ليلي تريد ان تتمكن من الطيران مثل بيني الطائرة، هل لديك اي افكار؟ اذا انت تفكر في تحويلها الى تيرادكتل؟ ما رايك ليلي؟ نعم، تيرادكتل كلمة صعبة. نعم ليلي، يمكنك أن تطلقي عليها الديناصور الطائر. لنبدأ بتغيير مظهرك. ماذا سنفعل أولاً توم؟ اللون الأساسي. أي لون ستختار؟ برتقالي، اختيار موفق. حسناً ليلي، لنقم بطلائك. لون جميل، أليس كذلك ليلي؟ ما التالي توم؟ أنف. أي أنف سيناسب ليلي؟ أنف الخنزير؟ أذني فأر؟ لقد كان اقتراحاً فقط، إذن سنأخذ المنقار. اثبتي في مكانك ليلي حتى يقوم توم بتثبيت المنقار. جميل، هل انتهينا توم؟ حسناً، ما التالي إذن؟ واو، هذا سيجعلك تبدين تماماً مثل تيرو الديناصور الطائر. هذا صحيح، تعتقد أن الأجنحة يجب أن يكون لها لون مختلف لتتميز قليلاً؟ من السهل تعديل ذلك، أليس كذلك توم؟ اللون الأصفر سيكون مناسباً. أحببته؟ جيد. سعيدة أنك أحببته، لكن هل يمكنك أن ترفرفي في الخارج؟ لأنني الآن أعتقد أنك جاهزة، أليس كذلك توم؟ شيء آخر مميز؟ حسناً إذن. أتساءل ماذا يمكن أن يكون؟ بالتأكيد الأرجل. حسناً، كان هذا هو الجزء الأخير. واو ليلي، تبدين تماماً مثل تيرادكتل. الآن لنخرج ونجرب الأجنحة. واو، هذا مثير للإعجاب، لقد قمت بعمل رائع كالمعتاد توم. إلى اللقاء جميعاً، نراكم في المرة القادمة. أوه،
مرحبا صغيري فرانك، ما سبب كل هذا الحماس؟ ألاحظ ذلك، إنه يوم الجرو وتريد أن تجهز نفسك لذلك. ما رأيك أن نتجه إلى متجر طلاء توم لتحصل على مظهر مناسب لهذا اليوم؟ حسناً، هيا بنا. مرحباً توم، هل تقوم بتنظيم أوعية الطلاء؟ تبدو مرتبةً جداً. أوه يا إلهي، صغيري فرانك، لقد وصلت هنا. بابا، توم، الصغير فرانك يريد أن يتحول إلى جارو بمناسبة يوم الجارو. حسناً، ممتاز. إلى أي نوع جرو تريد أن تتحول صغير فرانك؟ أوه، الصغير فرانك يريد مفاجأة توم. مذهل، لنبدأ العمل. من الجيد أنك قد قمت بتنظيم أوعية الطلاء توم. حسناً، إذن أنت جرو لونه أبيض الآن صغيري فرانك، هذه أول إشارة. هل ستستعمل اللون الوردي لعمل فم الجرو للصغير فرانك؟ هذه فكرة رائعة. أتساءل إلى أي نوع جرو يتحول صغير فرانك؟ إنك تبدو جرواً جميلاً، كما أنت جميل أصلاً صغير فرانك. ماذا الآن توم؟ واو، انظر صغيري فرانك، إنك جارو. الصغير فرانك يتساءل إن كنت قد قمت بتحويله إلى هاسكي أبيض توم. لا صغيري فرانك، إنه ليس جارو هاسكي. توم لم ينتهي بعد من عملية تحولك. هل عرفت أي نوع جرو قد تحولت إليه الآن صغيري فرانك؟ أنت محق، لقد تحولت إلى الجرو المرقش. لقد قمت بعمل رائع توم، الصغير فرانك يبدو مثل الجرو المرقش تماماً. أنت جاهز للانطلاق للعب في يوم الجرو صغيري فرانك. واو، احذر الصغير فرانك، إنه جاري سيارة السباق. هل شكل الصغير فرانك الجديد جميل جاري؟ هل تريد أن تتحول إلى شخصية مناسبة ليوم الجرو أيضاً؟
هذه فكرة رائعة صغير فرانك. جرو الهاسكي قد يناسب جيري. حسناً جيري، اذهب للحصول على مظهر جرو الهاسكي ونراك لاحقاً. شكراً توم، نراك في المرة القادمة. ماذا هناك مارلي؟ تريد أن تجرب ألعاباً بهلوانية أصعب؟ تريد أن يتم طلاؤك لتتحول إلى شخصية الرجل الأخضر مجدداً؟ كيف سيساعدك هذا في ألعابك البهلوانية؟ حسناً، لنجرب ذلك. مرحبا توم. مارلي يريد منك أن تطليه ليتحول إلى الرجل الأخضر الخارق مجددا. هل يمكنك فعل ذلك؟ بالتأكيد، النظارات الواقية أولاً. ماذا الآن؟ طلاء أخضر، اختيار موفق. أحمر، أزرق، أصفر، أبيض وأخضر. هل أنت مستعد مارلي؟ أوه، إطارات كبيرة، جميل. بنفسجي؟ أوه، لبنطانه بالتأكيد. مذهل، لكن هناك شيء ينقصنا. مذهل، تبدو تماماً مثل الرجل الأخضر، فقط لا تدعه يغضب. لا تقلقوا يا صغار، إنه مارلي، إنه في طريقه لعمل خدعة جديدة. بالتأكيد، يمكنكم القدوم للمشاهدة. Huh?
مارلي، كان هذا مذهلاً، لكن يجب أن تكون حذراً مع هذه القوة أيضاً. نراكم لاحقاً يا رفاق، وداعاً جميعاً. مرحباً جيري، هل ستشارك في السباق الفيزياء التنكري؟ ماذا تريد أن تكون اليوم؟ لايتنينغ ماكوين من كارز؟ حسناً، هذا سيحدث ضجة في سباق الفيزياء التنكري. جيري سيصلك حالاً توم. حسناً جيري، لقد حصلت بالتأكيد على كل الحركات الصحيحة. كل ما تحتاجه الآن هو المظهر. حماية عينيك حتى لا يتناثر أي طلاء إلى داخل عينيك. هل من أفكار توم؟ تبدو فكرة استثنائية. أي لون سيكون الأفضل توم؟ يبدو هذا الظل المناسب من اللون الأحمر. ماذا الآن توم؟ عنابي، لون جميل. أصفر للهب، صحيح؟ يعجبني اهتمامك بالتفاصيل. برتقالي. هذا يبدو مذهلاً. هناك المزيد؟ بالتأكيد، لايتنينغ ماكوين يرتدي رقم 95. واو، فقط واو جيري، تبدو تماماً مثل لايتنينغ ماكوين. هل ستشاهد السباق توم؟ الجميع يبدون رائعين، سيكون سباقاً مذهلاً.
لقد بدأ السباق. اللفة الأولى وكيتي في المقدمة. جيري يقترب جداً منها. كيتي تريد أن تفوز في السباق حقاً. ليس الفوز هو المهم، ولكن المشاركة، أليس كذلك هنري؟ صح. مات وتايلر يتنافسان، ومعركة حقيقية تحدث بينهما الآن. اللفة الأخيرة قبل انتهاء السباق. جيري أو كيتي، من سيفوز؟ وها هي لقطة النهاية. لقد فاز جيري. أحسنت عملا جيري، وشكرا على الزي الرائع توم. إلى اللقاء جميعاً.